أسبوع حاسم للتأليف الحكومي تصدر صحف بيروت التي تابعت اليوم إبراز التطورات الأمنية في لبنان وسوريا بموازاة استمرار أعمال مؤتمر جنيف 2 المخصص للأزمة السورية. سنجول في كلام بيروت في صحف بيروت اليوم المتابعة لهذه المواضيع وغيرها مع الكاتب السياسي الأستاذ عادل مالك. صباح الخير من جديد أستاذ عادل، أهلا وسهلا فيك. شكرا. الموضوع الحكومي وتحديدا الأزمة المستجدة بعد موقف تيار الوطني الحر، يعني موقف عماد عون والوزير جبران باسيل، ببداية الحلقة مع كاريكاتير لستافرو جبرة بجريدة البلد تحت عنوان منتصف الأسبوع قد يشهد ولادة حكومة جامعة وطنية، رسم رئيس تمام سلام يركب دراجة هوائية ويتسبب عرقا مع عبارة وضع العصي بالدواليب. هل فينا نقول عصي بالدواليب أم عصا واحدة هي عصا العماد عون والوزير جبران باسيل؟ الواقع عصا واحدة تفعل كثيرا في منع الوصول إلى صيغة حكومية جامعة ترضي الجميع.